احنا معانا دكتور وحيد سعودي خبير الارصاد والتحاليل الجويه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك يا فندم. يعني درجه سرعه وصوت وصفافير الرياح النهارده كانت شيء مفزع لنا في بيوتنا، احب اعرف تعليق حضرتك. هو زي ما تفضلت حضرتك وقلت ان النهارده كانت ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. يعني كلنا لاحظنا الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره. أيوة. اللي وصل لحوالي يمكن 10 12 درجه. أيوة. مقارنه بالاسبوع المنقضي. ووصلت سرعه الرياح لحوالي 40 عقده. يعني حوالي نقدر نقول 75 ل 80 كيلو متر في الساعه تقريبا. طبعا كان هناك هطول للامطار الغزيره والرعديه على معظم المدن الساحليه وعلى. أيوة. سيناء، وحتى امتد تأثيرها النهاردة بشكل خفيف للقاهرة. أيوة. اعتبارا من الغد. يعني أنا بس عايز أقول على حكاية المحافظات دي، النهاردة كان رئيس الوزراء وجه وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى. تمام. وبدأنا بالفعل في اسكندرية ومطروح وكده، علشان طبعا المدن الساحلية دي صعبة. تفضل حياتك، قول لنا بقى النهاردة بالليل وبكرة وبعده هيحصل إيه؟ يعني هو النهاردة بالليل هناك استمرار لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية. مصحوبة بالبرد حضرتك، يعني الثلوج ممكن في تلج ينزل على بعض المحافظات. زي اسكندريه ومطروح السلوم سيدي براني. افتكر سانت كاترين كمان بتبقى من المحافظات اللي بتستقبل. انا هكمل لحضرتك طبعا. وايضا على السواحل الشرقيه للبلاد عند رفح والعريش وسانت كاترين. وسط سيناء تحديدا، وقد تصل لحد السيول على هذه المناطق نظرا للطبيعه الجغرافيه ليها اللي هي المناطق الجبليه. طبعا برضو امتد تأثير سقوط الأمطار على شمال الدلتا، زي مثلا دمياط، البحيرة، دمنهور، المحلة، كل المحافظات دي. إن شاء الله اعتبارا من الغد هناك استمرار طبعا بهذه الحالة، لكن حدتها أقل نسبيا مما تأثرنا به اليوم. بمعنى أن في سقوط للأمطار ممكن تكون غزيرة شوية، لكن كمياتها أقل من الكميات اللي سقطت النهارده. سرعه الرياح المتوقعه غدا يعني لن تتجاوز 25 عقده تقريبا. كويس. مقارنه بالنهارده وصلت ل 40 او 42 عقده. يعني اذا بتخف الحده. الاهم ان درجات الحراره هتعاود ارتفاعها التدريجي اعتبارا من الغد، لكن ارتفاع بسيط حوالي من درجتين الى 3 درجات. على سبيل المثال القاهره النهارده سجلت 12 درجه مئويه كدرجة حرارة عظمى، غدا يعني لن تتجاوز 15-16 درجة، وتبقى درجة الحرارة الصغرى منخفضة تماما، ليستمر الطقس شديد البرودة أثناء الليل، بارد أثناء النهار. بشكرك يا فندم دكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، شكرا جزيلا.